يقول السائل: ما حكم من أفطر أول يوم من رمضان الذي حسب بالحسابات الفلكية، وهل يقضي هذا اليوم؟ المسلم يصوم مع المسلمين ولا يجوز له يفطر والمسلمون صائمون، يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين إذا أفطروا، ولا يجوز الشذوذ والمخالفة. قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون، فيكون المسلم مع جماعة المسلمين ولا يشذ عنهم. نعم.